مجرد أنه قلت أني لا جنسية وما عندي انجذاب جنسي، انهالت علي رسائل الكراهية، وصل الموضوع حد التهديد. بعمر المراهقة حسيت أكو اختلاف بيني وبين بقية البنات، بس ما حسيت أنه هذا فد مشكلة أو عائق، يعني حسيت هواني هذه شخصيتي. بعد فترة من البحث، من عمري تقريباً 24 سنة، اكتشفت مصطلح اللاجنسية. أكبر تحدي واجهني هي لحظة أن أعلن أو ما أعلن. يبقى هذا الشيء خاص بيني وبين نفسي لو أظهر للعامة. تعرضت لضغوطات لدرجة أنه أنا اليوم بألمانيا. بعض الأصدقاء اعتقد أنه أنا مريضة وأحتاج أنه يكون هو الشخص المناسب أو الرجل المثالي اللي ممكن أنا راح يصلحني. فهاي أدت إلى أن أفقد بعض الصداقات مع بعض الأشخاص. بعضهم حتى كعمل، أنه من أجي أقدم على شغل، لا أنت عندك فيديو تتحدثين بي، أو أنت بالسوشيال ميديا عندك نشاطات، أنت إنسانة جريئة، ما اشتغلت. وبالنسبة للعائلة يعني صارت مشاكل، اتصالات من بعض الأقارب، بعض الأقارب ضغطوا أنه شلون بدكم تتحدث، أنه نوعا ما يعتبروها مثل شيء فضيحة، بالرغم أنه هي مو فضيحة، لكن اعتبروها شيء مسيء. كتاب اللاجنسية يناقش توجه اللاجنسية بكل مفاصله، وكذلك ترابط هذا التوجه مع التوجهات الجنسية الأخرى والجندر. بعد نشر الكتاب، بعض الأشخاص كانوا داعمين للفكرة، فرحانين أو فخورين أنه شباب بهذا الوقت يتحدثون بهذه المواضيع. بعض منهم اكتشف نفسه أصلاً بعد ما قرأ هذا الكتاب، لكن أكو قسم من الناس هم المستائين من الكتاب ومستائين مني شخصياً. هلا، وشونك؟ الكتاب وصل ألمانيا، فمستقبلاً راح أبدي أتواصل ويا المنظمات أكثر، راح بما أنه هنا عندي حرية أكثر، هنا ماكو قيود، ماكو تنمر، ماكو إساءة، ممكن حتى احتمال أفكر أنه أترجمه، ممكن اللغات القريبة على العربية، يعني ممكن حتى يقروا. يوم الإلك اتهم توصل ونلتقي هنا. إلى هنا ينتهي الحديث. الحاجز بيني وبين ألمانيا حالياً هو اللغة فقط، لكن كتحديات تواجهني بداخل الكامب نفسه، أنه هو نفس المجتمع بعد وياي، نفس العقلية المحيطة اللي أنا انهزمت أصلاً منها، جيت لقيتها موجودة بالكامب. نفس التعليقات، نفس الاستهزاء، أنت ولد لو بنية، شنو هذا شكلك، ليش ما تخلين مكياج، ليش ما متزوجة وأنت بهذا العمر. ما أفكر بتكوين أسرة أو إنجاب أطفال، لأن أساساً أنا أتبنى الفلسفة اللا إنجابية، وهذا فكر ما إلى أي علاقة بتوجه اللاجنسية. اليوم أنا بألمانيا بحثاً عن الأمان والحرية. لربما الناظر يعتقد أنه أنا عندي فد مساحة من الحرية كوني ناشطة وأطلع وأروح وأجي، لكن على مقياس الإنسانية والحرية الحقيقية الإنسانية، أنا حريتي تكاد تكون معدومة.